السوشيال ميديا عالم كبير قوي، كلنا قاعدين على موبايلاتنا 24 ساعة بنستخدمها تقريبا في كل حاجة، سواء نتعرف على الناس أو نتابع أخبار ناس أو حتى نبارك لناس عيد ميلاد حد توفى، أي حاجة إحنا بنستخدم السوشيال ميديا في حياتنا اليومية كل يوم. في بعض الناس أو كتير من الناس ساعات بتشارك صورها أحداث يومها، في ناس تانية بتحب تكتب عن آرائها عن معتقداتها عن أي حاجة، لكن ساعات كتيرة جدا بقى الموضوع ده بيقلب غم شوية. ازاي بقى ان انا ممكن اكتب رايي في حاجه معينه او اي حاجه انا مؤمنه بيها في المطلق وتلاقي حد دخل كتب رايه؟ في ناس تكتب رايها بطريقه ايجابيه وفي ناس للاسف بتدخل تتجاوز وتكتب رايها بطريقه سلبيه. بما ان انا قررت اشارك الناس في وجهه نظري دي واكتبها على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن حق الناس اللي عندي ان هي ترد عليا، لكن مش من حق اي حد ابدا ان هو يتجاوز في حق اي حد، بالذات بقى لو احنا من الناس اللي بننخرط في الجدال. يعني لما حد يكتب لي تعليق اروح انا داخله رد على التعليق ده واللي بعده واللي بعده وندخل في مهاترات طويله عريضه، ومن هنا بقى بيبتدي للاسف البلوك او تبتدي تحظر الناس دي من عندك، حظر الناس دي من عندك على صفحتك على سواء فيسبوك او غيره او غيره، وتبتدي بقى من هنا الزعل سواء كنتوا صحاب او اهل او اخوات او زمايل في الشغل. انا اعرف ناس بجد اهل يعني قرايب خسروا بعض بسبب السوشيال ميديا. انت بقى خسرت كام واحد بسبب السوشيال ميديا يا شاذلي؟ لا حصل بس خليني الاول اتفق مع الكلام اللي انت بتقوليه، السوشيال ميديا ما بقتش جزء من حياتنا زي ما كنا بنقول، بقت الجزء الاكبر من حياتنا، لانه بشكل مش مساله بقى بشكل يومي، لا ده احنا تقريبا ما فيش ساعه بتعدي غير لما بيكون في استخدام للسوشيال ميديا، اي وسيله من وسائل السوشيال ميديا، اي قناه يوتيوب، الفيسبوك، الواتساب، كل وسائل السوشيال ميديا بنستخدمها وباستمرار 24 ساعه تقريبا الموبايل في ايدينا وبنستخدم السوشيال ميديا، وزي ما كانت بسنت بتقول في كل المناسبات السعيده وغير السعيده في كل الاوقات بقى في دخول للسوشيال ميديا عشان نتابع اخبار وفي نفس الوقت نتكلم مع اصدقائنا ونشارك مع بعض بعض الاراء حول موضوع معين. لكن الفترة الأخيرة أو يمكن بقالنا فترة كده بدأنا نشوف سلوك مش منضبط على السوشيال ميديا، في التجاوز، بمعنى حد حاطط رأيه في موضوع ما ومفيش مشكلة من النقاش، يعني فاتح الباب للنقاش، أي حد عايز يتكلم معاه يتكلم، لكن يتكلم بحدود. ساعات بعض الناس بتتكلم وبتعلق على قضايا سنوية غير أساسية وقضايا غير جوهرية لمجرد الكلام، لمجرد التعليق وخلاص، فبنلاقي بعض الناس بتتجاوز. على سبيل المثال لو بنتكلم في كورة مثلا، مشجعي نادي ومشجعي نادي آخر الاثنين بيشتبكوا مع بعض، احنا طبعا عندنا بنحفل التحفيل اللي هو الخفيف، يعني اللي هو نهزر ونضحك والإفيه والكوميك والحاجات اللي احنا متعودين عليها، لكن اللي غير مقبول ان احنا ندخل نشتم بعض على حاجة زي دي، لان دي بتكون سبب في اننا نخسر بعض كأصدقاء. حاجة يمكن ملهاش داعي لكن بتحصل، بنلاقي بعض القضايا كل واحد بيكتب رأيه، فبنلاقي حد دخل اتكلم بأسلوب مش لطيف، بأسلوب مرفوض تماما، فبنشد مع بعض واحدة واحدة، بنلاقي الموضوع بينتهي بالبلوك زي ما كانت بسنت بتقول. حصلت معايا مع زميل في العمل، كنا بنتكلم برضو، انا بشجع نادي وهو بيشجع نادي وانا بهزر، يعني انا مش من المشجعين العصبيين قوي، لا يعني عارف انا بهزر، وعمري في حياتي ما تجاوزت لا في كورة ولا في غير كورة، عمري لا تجاوزت مع حد اعرفه ولا ما اعرفوش. فلقيته كاتب لي تعليق بيقول لي هم حفظوك الكلام ده عشان تقوله، انت حفظت كلمتين وجاي تقولهم لي، فالكلمه يعني ما قابلتهاش، خصوصا ان ما فيش مساحه ما بيننا ان حاجه زي دي تحصل، فمش عملت له بلوك او كده، بس يعني تجاهلت الحديث معاه خالص يعني. فما بين بقى فكره كمان الرسائل اللي بيساء فهمها او الكلام اللي بيساء فهمه، عشان كده متهيألي ان افضل طريقه ان انا لو عايز اوصل رساله لحد تكون بالتليفون او بالفويس عشان يعرف اذا كنت بهزر او بتكلم جد او يعني تعبير وشي عامل ازاي. ففي بعض الرسائل بيساء فهمها فنتيجه لده بيحصل قطيعه. في بعض الاوقات كمان بيكون في اسلوب اللي هو الايه، الناس بترمي على بعض، الاصحاب مثلا ممكن حد عمل حاجه لحد فبيرمي عليه، فهو بيفهم فبيزعل، فممكن حد غيره يتخيل الكلام عليه فيزعل هو كمان، فخسره هو كمان بدون ما يكون في موقف واضح ما بيننا، يعني انا بخسره خلاص، هو الراجل بيتخيل ان الكلام عليه فانا بخسره. وناس ثانيه خالص عارفة إن الكلام مش ليها، بس لمجرد إن هي شافتني بتبع هذا الأسلوب زعلت مني هي كمان وخسرتها، فبطريقة أو بأخرى ده برضو أسلوب مرفوض. في أسلوب آخر من الأساليب المرفوضة على السوشيال ميديا وهي فكرة إن إحنا نقعد نهزر أو يعني
نتريق على حد من صحابنا مش حد غريب بنكون بنهزر معاه يقلب الموضوع بتريقه بس في اللونج قدام الناس كلها. يعني انا لو بهزر مع صاحبي وسط اصحابي ده مقبول، انما لما يكون في قاعده وفي ناس كتير وعلى السوشيال ميديا والمكان مفتوح واي حد ممكن يشوف الكلام ده تنمر، فده بقى. طبعا مش مساله تنمر، هو صاحبنا في الاول وفي الاخر فاحنا بنهزر معاه، حتى فده لو ممكن تتنمروا عليه فده مرفوض، لان احنا زي ما بنقول كده ايه بنطلعه على المسرح، ودي حاجه برده من الحاجات المرفوضه اللي ممكن تخلينا نخسر اصحابنا. انا قلت لك ان انا خسرته، هو ده تقريبا، هو كان زميل مش صديق، وهو ده الوحيد تقريبا اللي انا خسرته من بسبب السوشيال ميديا بالنسبة لك. انا قبل بس ما ارد عليك انا عجبتني قوي قوي جمله انت قلتها، اللي هي انه ساعات كتيره احنا بنفسر غلط الكلام المكتوب، فاحنا لما نحس ان حد زعل مننا بسبب حاجه مكتوبه، حلو قوي اللي انت قلته ان لازم فعلا نبعت له فويس نوت او نكلمه على التليفون، لانه دايما الكلام وهو مكتوب ما بيبقاش سهل تفسيره، ممكن نقراه بطريقه حاده شويه بالذات لو احنا متعصبين او متضايقين او الكلام شد معانا. انا حصلت معايا بس انا بقى التجاوز كان اكبر شويه، يعني انا كنت بكتب في اوقات، انا من الناس اللي ما بحبش اكتب حاجات كتيره على السوشيال ميديا، بتجنب اصلا ان انا ادخل في هذا النوع من الجدال، لانه بصراحه بشوف ان هو تضييع وقت ان اقعد ارد على واحد واحد، لا انا عندي حاجات افيد بكتير في حياتي ان انا اعملها بدل ما اقعد ارد على الناس واقنعهم بوجهه نظري ايه هي، انه ده مش مكاني. انا بكتب سواء حقيقه معينه انا مقتنعه بيها او فكره معينه او حاجه وخلاص، وبسيبها مطروحه مش عايزه ادخل في نقاش فيها، لانه لو انا كاتباها معنى كده ان انا مقتنعه بيها. لكن في بعض الوقت كان في بعض القضايا كده بتبقى الناس بتدخل بكل تجاوز بتكتب رأيها، يعني يدخل يحسسك انه انت ايه اللي انت بتقوله ده، انت مش عارف حاجه، انت تجاوز بقى في عدم ادراكك للواقع الموجود او عدم وعيك او يعني اي حاجه بقى، يعني لازم يحسسك انت في حاجه غلط فيك. فانا في الحقيقه في الحاجات اللي زي دي يا شاذلي انا بعمل بلوك على طول، لان انا بشوف انه مش من حقك ابدا تحكم عليا من رايي، وانت ليك الحق انك ترد على الفكره اللي انا كاتباها بس بدون تجاوز خالص، ناقشها في الكلام اللي هي كاتباه. وفي الحقيقه كمان انا ما بفهمش الكلام اللاذع في الحياه، انا بشوف ان الكلمه الطيبه صدقه، احنا موجودين عشان نخلي اليوم كويس مع بعض، احنا كده نتكلم بطريقه كويسه مع بعض، ابتسم في وشك او لو انا مختلفه معاك، انا شخصيا لما بختلف مع حد بسكت ما بتكلمش ما بعلقش، الا لو حاجه لازم تبقى حاجه عظيمه جدا، حد غلط بقى في حاجه ما ينفعش يغلط فيها عشان ادخل اكتب رايي، وبكتبه في الاخر باحترام، لان انا لازم احترم مش بس اللي كاتب الراي او الفكره دي، لا كمان الناس اللي عنده والناس اللي عندي اللي هيشوفوا حاجه زي دي. ففي الحقيقه انا بشوف انه السوشيال ميديا هو المفروض يبقى مكان جميل كلنا نكتب فيه كده او نشارك فيه لحظاتنا الجميله ونكتب فيه كلمه طيبه ونشارك بعض بكلام كويس يخلي يومنا احسن ويخلي مودنا احسن لليوم. فبنتمنى ان حضراتكم ما تكونوش خسرتوا اي حد على السوشيال ميديا، لكن لو خسرتوا حد فخسرتوا بقى كام واحد بسبب السوشيال ميديا؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجاباتكم اللي هنعرضها خلال الحلقة النهاردة. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.